يا عمر حبيبي، انت نفسك تطلع ايه؟ عالم من علماء الازهر ودكتور جراحه. دكتور ايه؟ جراحه ما شاء الله عليك، ان شاء الله ان شاء الله تبقى اعظم دكتور في العالم، مش في مصر بس. الله يعني يكرمك. يعني انت مخليني في حاجه، يعني انا مش عارفه. جزاكم الله خير. ما شاء الله كده يا عليك، عمر، يعني مش عارفة أحييكي عليه وأقول لك، يعني هو ده العمل الصالح الطيب اللي إن شاء الله هياخدك في الجنة. آمين يا رب. يعني وربنا يبارك لك. أنا عارفة إن أنتي كمان مدخلة بناتك أزهر، كلهم وأنا عارفة إن التربية بتبقى صعبة شوية، وتربية الجيل الصغير قوي، ولكن أنتي بتحطي البذرة دي الأساسيات وهي بتكبر مع نفسها الحمد لله. هي البدايات بتبقى صعبة شوية، لكن بما أننا استعنا بالله سبحانه وتعالى هو بيوفقنا مع النية الصالحة طبعا، وربنا يتقبل مننا ويجعله عملا مقبولا إن شاء الله. انتي معاكي يا روضة اجازة تحفيظ قرآن؟ أنا دلوقتي باخدها، بس أنا أصلا واخدة يعني التجويد والحاجات وحافظة القرآن أصلا من الأزهر الشريف. ما شاء الله عليكي. يعني هو الأزهر ما بيخرج هو أصلا. يعني اذا كنت عايز تبحث عن تشوف اي نموذج ناجح في الدنيا، دور على الام اللي ربت. انا بشكركم جدا الله جدا، يكرمك. نفسي كنت تبقوا معايا طول الحلقة، حبيبتي الله سعيدة يكرمك. بكم جدا احنا اسعد. واسلكتم صدري. الله يعني يرضى يمكن دعائي النهارده وانا جايه كده كنت بدعي ربنا النهارده يرزقني بحاجه جميله، انتوا الحاجه الجميله حبيبتي اللي حبيبتي، اسلجت شرف صدري. لينا. الله اشكرك يرضى جدا، عنك. شكرا اشكرك يا شكرا. روضه، الله اشكرك يرضى جدا عنك. يا عمر،